دكتور مدام نيفين من القاهرة. مساء الخير يا فندم. مساء النور. اتفضلي يا فندم، سؤالك للدكتور أحمد. أيوة دكتور أحمد، مساء الخير. أهلا، مساء النور يا فندم. إزاي حضرتك؟ أهلا بيك. كنت بس عايزة ليا استشارة. أنا ابني عنده 10 سنين وكان جاله من 4 سنين التهاب رئوي. أيوة. وبعدين كل بيجيله بقى أدوار يعني على مراحل متقاربة، بيجيله احتقان في الزور، حرارة عالية، التهاب في الشعب الهوائية. فكل ما اوديه للدكتور بتاعه يكتب له حقن يعني معينة، الحقنة ب55 جنيه، أو يقول لي لازم ياخد كورس حقن لأن هو يعني ما ينفعش يجيله التهاب رئوي تاني. فاحنا كوقاية نقضي على الالتهاب مرة واحدة، فيديله عدد حقن، مثلا 5 حقن، 6 حقن، 7 حقن. فناس كتير تقول لي ايه يعني، طب هو الحقن ليه مضاد حيوي؟ حقن ده قوي عليه، ده كده ما ينفعش، ده كده بياخد مضاد حيوي كتير. فانا مش عارفه القصه دي يعني انا اعمل فيها ايه. هو انا هقول لحضرتك حاجه كبدايه، الطبيب اللي شاف الحاله هو اقدر واحد على تقييمها، ولكن السيناريو اللي حضرتك بتحكيه ده انا مش مرتاح له. يعني مفيش واحد يعني يجي له التهابات رئويه كتير كده او نزلات شعبيه، ومفيش واحد بياخد هذا الكم من حقن المضاد الحيوي. يعني هو ما بيجيلوش التهاب رئوي، يعني هو أيضاً بيجيله التهاب في زوره او في الشعب الهوائيه، فالدكتور كوقايه يخاف بدل مفيش التهاب ده وقاية. ينزل على الرئه. الكلام ده غلط يا فندم، يعني الكلام ده نوع الممارسة دي خطأ، بس أنا برضو متحفظ لسبب، أنا بحكم على كلام حضرتك مش على الحالة، أنا ما شفتش الحالة، فالطبيب حضرتك اللي شافها مش هو أقدر، لكن السيناريو اللي حضرتك بتوصفيه لأ، سيناريو مش صح. ده بتعمل يعني أنا تعمل ايه هقول طيب؟ لك، أنا مثلا لو كتبت في السنة كلها لاتنين أطفال حقن، بقول السنة دي أنا كتبت حقن، تمام؟ فلما تقولي لي ابني كل ما يروح للدكتور بياخد حقن، انا اعتقد ان في مبالغه في استعمال المضاد الحيوي بوجه عام عند حضرتك، وفي مبالغه في استعمال الحقن ديفينتلي، لان مفيش طفل بيحتاج هذا الكم، وبعدين مفيش حاجه هنديله عشان وقايه. المضاد الحيوي يا فندم ما بيعملش وقايه، المضاد الحيوي بيعالج لو في بكتيريا موجوده، مش هديله عشان هو بيقول عشان يقضي. انا كده بقضي على الالتهاب، يعني علشان ما تجيش للالتهاب فرصه ان هو ينزل على الرئه. يا فندم انا مش مقتنع، معلش بس انا برضو بكرر، انا ما شفتش الحاله فمش قادر طيب اقول، لكن انا مش مقتنع، انا حاسس ان حضرتك مش طب ماشيه تحاول صح. يعني ايه تنصح؟